أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نحو استراتيجية عربية لمواجهة الإرهاب، هكذا يجمع مراقبون على أسس ومحددات لمواجهة الإرهاب. تنقسم هذه الاستراتيجية إلى عدة محاور تعمل معا في مسار واحد، من بينها المحدد الأول وهي المواجهة الأمنية، حيث المواجهة الأمنية هي عبارة عن الاتفاقات العربية المشتركة، وذلك من خلال تفعيل كافة الاتفاقات الأمنية العربية لمكافحة الإرهاب، وأيضا تفعيل الاتفاقات التي صدقت عليها الدول العربية، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة للمعاقبة على الإرهاب في نوفمبر عام 1937، واتفاقية الدول العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998. بعد ذلك يأتي سن التشريعات، حيث يرى الخبراء هنا بضرورة وضع تعريفات واضحة للإرهاب وتوصيف دقيق للإرهابي، خاصة مع تكون التشريعات صارمة وتحدد عقوبات رادعة. أما بعد ذلك الاهتمام بالبعد الأمني عن طريق الضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بسلامة الدولة العربية، وتكثيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية، وتوحيد كافة الجهود للدول تحت مظلة الجامعة العربية، وأيضا تفعيل بروتوكولات التعاون لتسليم المدانين في عمليات إرهابية. بعد ذلك تأتي المواجهة الفكرية، ومنها تنويع طرق المواجهة، حيث يرى الكثير من الخبراء أن أي مواجهة أمنية لا يصحبها مواجهة فكرية ستكون بلا جدوى. بعد ذلك يأتي خطاب ديني وسطي من خلال تنقية الخطاب الديني والاهتمام بنشر تعاليم الدين دون مغالاة، والتفرقة بين ما يأمر به الدين وما يأمر به المغالون في التطبيق. بعد ذلك تأتي مواجهة الأفكار المتطرفة، فيرى المحللون هنا ضرورة وضع ضوابط صارمة على من يتولى الخطابة، ووضع آليات واختبارات للخطباء، وأن يكون هناك جهة علمية تعتمد الخطباء وتجيز صعودهم على المنابر. وبعد ذلك تأتي المواجهة المجتمعية بعد المواجهة الفكرية، ومنها الاهتمام بالتعليم، ذلك من خلال تنقية المناهج من الأفكار التي تحض على ترسيخ الأفكار المتطرفة، كذلك محو الأمية في الأمة العربية أجمع، وتعزيز ثقافة العمل، إذ يرى العديد من الخبراء أن أحد دوافع اللجوء للعنف تتمثل في البطالة. ومن خلال ترسيخ ثقافة العمل والإبداع يمكن تخريج كوادر تنهض بالمجتمع فكريا وعلميا. وأيضا مواجهة اليأس والإحباط، حيث تهدف الاستراتيجية لمواجهة محاولات زرع اليأس والإحباط لدى الشباب، إذ يعتبر محللون نفسيون أن اليأس بداية لانخراط الشباب في العنف واللجوء للإرهاب. بعد ذلك تأتي الاستراتيجية الإعلامية، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على تبني خطاب إعلامي مستنير، ويوضح كيفية عمل ظاهرة أو تنامي ظاهرة الإرهاب وكيفية مواجهتها، مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وذلك من خلال رجال الدين لتوضيح حقيقة الإسلام وأنه بعيد عن العنف، وأن الإرهاب مرفوض في الدين الإسلامي. وإذا نظرنا لاستراتيجية الأمم المتحدة حول الإرهاب نجد أنها تمحورت في 4 نقاط يتم تطبيقها بالتدريج، وهي أولها الظروف المؤدية للإرهاب، وذلك عن طريق تحديد الظروف التي تدفع المجتمع والشباب إلى الإرهاب، ومعالجة تلك الظروف قبل أن تتحول إلى إرهاب حقيقي. وبعد ذلك تأتي الإجراءات الفعلية، فتأتي في المرحلة الثانية منها اتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة العمليات الإرهابية وتكثيف منابعها بشكل تام. بعد ذلك تأتي بناء قدرات الدول، تعتمد هذه الاستراتيجية هنا ليس فقط على محاربة الإرهاب، ولكن أيضا بناء قدرات الدول وتعزيز إمكانياتها لتمكينها من المواجهة في أي وقت. بعد ذلك حقوق الإنسان والقانون، يشمل البعد الرابع في المواجهة هو ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب. مشاهدينا، كان هذا عرضا للاستراتيجية العربية لمواجهة الإرهاب والتطرف.